مجموعة من الأصدقاء نسكن في نفس البناء نذهب للمدرسة سويا ومعا نرجع في المساء إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء رامي نشيط ومحبوب شوقي في الشعر يذوب متعب متهور جريك مهلول ساذج وبريك نجيب عن كل شيء يجيب خمس شارع الأصدقاء هو مسجل عم عباس هذا أغنية مسلسل إذا أطفئ التلفاز أنا تعبان أريد أن أرتاح يا عالم خمسة شارع الأصدقاء خمسة شارع الأصدقاء في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل مساء الخير عم أبا ربحي أهلا بالشباب من سيدفع الحساب اليوم؟ ومن غير بهلول بيك يا أهلا وسهلا بالشباب أهلا بالعلماء الصغار ها طلباتكم كوكتيل عصير ليمون شاي قهوة وسط شي حلو ما بك؟ لا شيء أريد شيئا حلو أثبتت الدراسات أن الإكثار من الشاي والقهوة ينبه الأعصاب ويسبب التوتر لا أحد يسبب التوتر إلا أنت اترك هذا الكتاب وابقى معنا يا دلول أسرع يا أبا ربحي لدينا مذاكرة لغة عربية مذاكرة؟ لما لم تخبرني من البداية؟ عصير المعري في خدمتكم بعشر قطع نقدية كأس واحدة وتحصلون على العلامة الكاملة علامة كاملة؟ أتذكر يوم صدق بهلول كلامك وشرب خليط أرخميدس فحصل على درجة كاملة؟ أرأيتم؟ درجة كاملة يعني واحدا من 40 ماذا؟ درجة من 40؟ هذه المرة غير هذا العصير مكون من أسرع من فضلك حسنا يا دلول النحس لك دلول لا تصخ يا معلمي ستخاف الفئران وضعت لها الآن طعما في الفخ ماذا وضعت؟ قطعة جبن طازجة انظر كم هي شهية ألا ترضيك بأكلها؟ ألو يا أخانا نجيب ما قصة هذا الكتاب؟ هذه ليست قصة ولكنه كتاب اللغة العربية أنا أحضر للمذاكرة لكن المذاكرة بعد أسبوع في اعتقادي أن طالب العلم لا يضيع دقيقة واحدة من دون فائدة غدا تبدأ الدراسة ويبدأ الهم لو كنت تدرس من أول العام ما حملت هما لا أقصد هم الدراسة بل هم العصائر العجيبة التي تحضرها نازيفة والتي ستفرضها علي أمي غدا يا أنا لن أحفظ إلا قصائد الغزل أموت في شعر الغزل يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا لا قبل العين ولا الغين أنا أكره الامتحانات لماذا الامتحانات؟ ألا توجد ثقة؟ وأنت يا رامي؟ في الحقيقة أنا أتبع دورة في القراءة السريعة القراءة السريعة علم جديد يمكن لمن يتقنه أن يقرأ كتابا كاملا من 100 صفحة بعشر دقائق فقط وهل أتقنت هذه الطريقة؟ نعم بالتأكيد انظر لقد حفظته اسألني
هل صدقتم أنني حفظته؟ ما زلت الآن طالبا جديدا في المعهد. عندما أتمكن من هذه المهارة سوف أوفر الوقت والجهد وال... يكفي يكفي، فاعتقادي أن طريقتي التقليدية هي الأفضل في الحفظ. امتحان اللغة العربية. أهلا. الله معك يا أستاذ عارف. أهلا يا نمس. هل أغلقت باب غرفة طباعة الأسئلة يا أستاذ؟ بالتأكيد، والمفتاح والأسئلة معي. ومعي أيضا. كيف؟ أقصد الله معي أنا أيضا. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، وكل شيء تمام. ماذا تفعل؟ مسحر رمضان يا نائم وحد الدائم، ها ألا تريد أن تدرس؟ وهل انتهيت أنت؟ بالتأكيد، إنها المرة الثانية التي أعيد فيها دراسة المنهاج، فأنا أدرس طوال العام كما تعلم. أترغب باختباري؟ لا بأس، أسمعني أحلى قصيدة غزل في الكتاب. حسناً، ولماذا قصيدة غزل بالتحديد؟ وماذا تريد أن تسمعني إذن؟ قصيدة عن الحرائق؟ هيا أسمعني شيئاً من الغزل. اسمع. لعمري لأجل عينيك أقتحم المنونة. فقم يا شوقي رد على التليفون. ألو؟ ألو؟ إيه؟ إنه نجيب، هذا وقتك يا نجيب؟ يعني جاءنا عزيز هاتفك في أحرج الأوقات. أعطيني رامي بسرعة. كفاك إضاعة لوقتي أيها ال... ألو؟ اسمع رامي، هل كنت جادا في الحديث عن القراءة السريعة؟ متى بدأت هذه الدورة؟ أتستطيع حفظ المواد بنفس السرعة أم قراءتها فقط؟ هل تأخذ وقتا طويلا لتتقن هذه المهارة؟ بالتدريب. بالتأكيد. كم تكلف الدورة؟ لا، أنا لست مهتما أبدا بالموضوع. أنا ما أزال عند رأيي، الطريقة التقليدية في القراءة هي الأفضل، وكل ما عداها مضيعة للوقت. أنا كتير واحد بتحبك في دنيا وكل أمري بتحبك في فرحك في جروحك أنا جنبك في أمري أنا بتحلم في سقوط. ما هذا الإزعاج؟ أغلق هذه المسجلة يا مصطح، أريد أن أرتاح. ألا تفهم؟ أنا منهك من التعب. هذا منو ريكوردر أبو عباس؟ هذا سوني، أنا بتحب تغني وهو بتشتغل. إذن سد بوزك، أريد أن أرتاح. يا عالم يا ناس. حاضر أبو عباس، أنا راح يسكت. هاي أنت، أين يسكن السيد متعب؟ ماذا تريد منه؟ وما علاقتك أنت؟ ها؟ أنا؟ أنت ما بيعرف من أنا؟ راهي من هنا قبل ما نتطلب الشرطة. يلا. لا 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 لا، إلا الشرطة، لا تؤاخذني. من لا يعرفك يجهنك يا أستاذ مصمح. مصلح. يا أستاذ مصلح، حضرتك مدرسا خصوصيا للأستاذ متعب؟ نو، أنا الأستاذ مصلح، بواب هذه عمارة. البواب؟ أحد عن طريقي إذن. ما يصير واحد غريب يدخل هذا بناء، أنا بعدين بجيب شرطة. لا يحتاج الأمر إلى شرطة، لن أصعد. هل تستطيع يا حضرة الأستاذ البواب المبجل أن تنادي متعب؟ أولا اسمه الأستاذ متعب مش متعب. ثانيا أنت مين أقول له أنا؟ اسم النمس، أريده في أمر يهمه كثيرا. أوكي، أنت بيروح هناك بعيد. مستر متعب،
في واحد شخص شكله مثل حرامي، قال بده ياكي. تعالي بسرعة. نيمس، ماذا تريد؟ أسكت واسمعني جيدا، جاءك الحظ وراحته البال. ماذا تعني؟ معي أسئلة امتحان اللغة العربية الصعبة. كيف حصلت عليها؟ جربتها العصفورة. أريد شراءها أم لا؟ بلى أريد. 100 قطعة نقدية. هذا كثير. 90 ولا أكون قد ربحت إلا 10. 20. 70 ولا أكون رابحا إلا 5 فقط. 25. 50 ولا أكون قد ربحت إلا 7 فقط. لن أدفع أكثر من 30. هات، أعطيك فيما بعد. وأنا أعطيك الأسئلة بعد الامتحان. ألا تثق بي؟ أعوذ بالله، ولو أثق بك كما أثق بنفسي. لا يا رجل، ما عهدتك شكاكا هكذا. أتذكر يوم سمحت لك بالهرب من فوق الجدار ووعدتني 10 قطع نقدية؟ أين هي؟ وحين خبأتك من الأستاذ نظمي عندما كاد يمسك بك تدخن، وعدتني يومها 10 أخرى، وتلك المرة التي كنت فيها. الخلاصة؟ الخلاصة؟ الدفع نقدا أو الدراسة قسرا؟ علامة رفع جمع المذكر السالم الواو والنون، وعلامة نصبه وجره الياء والنون. علامة رفع جمع المذكر السالم، علامة رفع جمع المذكر السالم الواو والنون، وعلامة نصبه وجره الياء والنون. علامة رفع جمع المذكر السالم الواو والنون. نظيفة، نظيفة، هل رأيت نظيفة؟ أظنها في المطبخ، لما تبحثين عنها هنا؟ أريد غسل وجهها. معك حق، تبدو كصحن السلطة بالألوان التي تضعها على وجهها. لا أريد بيك نظيفة، أريد سمول نظيفة. تعرف أين هي؟ ما أعرفه أن نظيفة تعرفني بالعصير والحليب منذ الصباح. بطني سينفجر. ونظيفة، ابحثي عنها في مكان آخر. هيا يا حبيبتي، أريد أن أدرس القاعدة. القاعدة؟ لا 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 لا، ليس القاعدة، القاعدة، القاعدة اللغوية. وما هي القاعدة؟ القاعدة، نسيت. علامة رفع جمع المذكر السالم الواو والنون، وعلامة نصبه. نظيفة، وجدتك أخيرا. يا سلام، هيا اذهبي وضعيني أدرس. فهمت نظيفة؟ علامة رفع المذكر السالم الواو والنون، وعلامة نصبه وجره. مستر بالول، ماما بيقول لازم انت يشرب كوكتيل جرجير وموز وحليب وبطيخ وعسل وخيار واناناس وفاصوليا من شان زكا. من شان الله ارحميني يا نزيفة، اخرجي مع هذه الكأس حالا، بطني سينفجر. مستر بالول، ما بيصير يكون بطن مليان ومخفضي. قلت اخرجي يا نزيفة. علامة رفع جمع المذكر، اخ من هذه المادة، لو أجد وسيلة أكثر سهولة للنجاح. شبيك لبيك، متعب بين يديك، أنت حتما في ضيق. والصديق وقت الضيق. أهلا متعب. أهلا، أهلا متعب فقط. هكذا تستقبل صديقك الصدوق الذي جاءك بالبشرى والخلاص؟ هات بشرنا يا رجل. أسئلة الامتحان. ما بها؟ إنها معي. حقا، أين هي؟ حاضرة، 50 قطعة نقدية فقط. هكذا إذا؟ نعم، 50 قطعة وترتاح من العذاب وتكتب أحسن جواب. لن أدفع فلسا واحدا. لماذا يا صديق؟ أنسيت أسئلة العلوم التي وعدتني بها المرة الماضية، ولطشت مني 40 قطعة نقدية، وأحضرت لي أسئلة علم النفس لطلاب السنة الثانية الجامعية. غشاش. ماذا؟ ألم تكن أسئلة علوم؟ والكناري الصغير الذي وعدتني به ولهفت مني 30 قطعة نقدية. أنت السبب، اشتريته من دون القفص. أنت قلت لا يستطيع الطيران. المهم الآن، هات 50. لا. طع
طيب هاتي 40. لا. طيب 30. ولا قرش واحد. ستندم يا بهلول. سأندم إذا أعطيتك المال. لا فائدة. هل أحضرت النقود؟ لا. وأنا لن أعطيك الأسئلة. انتظر، سأعطيك هذه المسجلة، ثمنها أكثر من 70. أريني، هل تعمل؟ إنها تعمل، فيها شريط أيضا. اسمع اسمع هذا الصوت الحنون. أنا الغلطان ماشدي، أنا اللي عشقتك عشقتي، أنا اللي وفيت دردي. أنا الغلطان ماشدي، أنا الغلطان ماشدي، وأنا الغلطان. إذا لم أتي وأخلع رقبتك يا من تصدر هذه الأصوات يا مصلح، قلت لك 100 مرة أريد أن أرتاح. مدة الامتحان 1:30. اكتب رقم الجواب بوضوح. متعب من دون صوت. حاضر استاذ. انظر في ورقتك. قلت من دون صوت يا متعب. دعس ملائكة يفكرون بهدوء. ولماذا التفكير؟ الأسئلة سهلة جدا. مضى نصف الوقت. لقد انتهيت. انتهيت من الإجابة؟ بالتأكيد، وأجبت على جميع الأسئلة حتى الإعراب. أريني. أستطيع الخروج؟ نعم. ما بكم؟ أسرعوا يا كسالة، الأسئلة سهلة جدا، سهلة هذه المرة. تعال إلى هنا. ماذا تريد؟ خدعتني يا غشاش. أنا؟ كيف؟ مسجلتك مجنونة. مجنونة؟ نعم، تعض الأشرطة، عضت مطربي المفضل، بدل أن يغني المسكين يا ليلي يا عين صار يغني يا رجلي يا كتفي. أعطيتك إياها وكانت في أحسن حال، أنت لم تحسن استخدامها. تقصد أنني أفسدتها؟ نعم. مخادع، خذ مسجلتك وأعطني المال. خذ أسئلتك، لا أحتاج إليها. ستدفع غصبا عنك. لن أدفع فلسا واحدا. ستدفع. السلام عليكم. ماذا يريد النمس؟ لا شيء، يريد أن يبيعني مسجلة معطلة. صوتك مرتجف، هل هناك مشكلة؟ لا لا أبدا. يا عم أبا ربحي، أين الطلبات؟ جوفي يحترق بعد هذا الامتحان. دلول يا دلول يا إلهي، يختفي حين يجب أن يظهر، ويظهر أمامك العفريت عندما أريده أن يختفي. يا دلول. أهلا بالشباب، كيف امتحاناتكم؟ في اعتقادي ارتكبت نصف غلطة في الإعراب. وأنا أيضا. ها أبو الشوء. حريق، توقعت قصيدة في الغزل فجاءت في وصف حريق. أخبروني، ما علاقة الشعر بالحريق؟ هذا عمل رجال الإطفاء. إن حصلت على نصف العلامة فقط فأنا أسعد إنسان في الوجود. لو سمعتم كلامي وشربتم عصير المعري لحصلتم على درجات كاملة حتما. يا دلول دلول. متعب، ما بك؟ أنا لا شيء. ماذا أعربت كلمة البستان؟ البستان البستان البس. عبد الرحمن سليم 20/30. أحمد عبد الرحمن 27. بهلول مريش 15/30. يعني على الحد. ها، نجح على الحد، نجح على الحد، نجح على الحد،
ناجح هذا الحد ناجح هذا الحد العب وناجح هذا الحد ناجح هذا الحد يا عمي على الحد يا خالي على الحد ناجح على الحد. سعيد جدا بهذه النتيجة الهزيلة، سيسر والدك كثيرا لما يعلم بهذا الإبداع. ووالدتي أيضا. رامي رياض 29 ممتاز، شوق رياض 20. لما لم تكتب القصيدة؟ ها؟ قصيدة الحريق. لم تتوافر كمية مياه كافية لإطفاء الحريق يا أستاذ، فأنت عارف. في المرة القادمة سأجري لك الامتحان في المسبح. نجيب ذكي 29 ممتاز، غريب متعب 30 من 30. متعب غريب؟ لا غريب متعب، والدي اسمه غريب. وما سر هذه العلامة الباهرة يا أستاذ متعب؟ بتعبي بتعبي وعرق جبيني يا أستاذ وسهر الليالي. درجتك في الامتحان السابق 12 والآن 30. في الحقيقة أنا أتبع دورة في القراءة السريعة. في الحقيقة أنا أتبع دورة في القراءة السريعة. القراءة السريعة، وما هي القراءة السريعة؟ القراءة السريعة مهارة تمكن من يتقنها أن يقرأ كتابا كاملا من 100 صفحة ب10 دقائق فقط. عظيم عظيم. إذن اسمع هذه المفاجأة، من المحتمل أن تشارك المدرسة بالمسابقة التي تقيمها المحافظة، وقد طلب مني الأستاذ نظمي أن أرشح له أحسن طالب للمشاركة بهذه المسابقة، والتي ستبث على شاشات التلفاز وفي الإذاعة وعلى المحطات الفضائية. وعلى ضوء نتائجك المبهرة في الامتحان فأنت المرشح الأمثل لهذه المسابقة، وللتحضير لها يجب عليك أن تقرأ هذه الكتب وتجري دراسة عن وجوه الاختلاف بين الشعر الجاهلي وبين القصة القصيرة في أمريكا الجنوبية. وبما أنك تتقن القراءة السريعة إلى هذه الدرجة فلن تكون عندك أي مشكلة، تفضل واستلمها. ما شاء الله يا بني، هل قرأت كل هذه الكتب؟ وهل هناك أحد في الدنيا يستطيع قراءة هذه الطلاسم؟ أسرع، لم يبقى سوى أسبوع واحد فقط. ياي، ابني في مسابقة على التلفاز، سنكون أنا وأبوك مع أول المشجعين في البرنامج، وأعمامك أيضا قادمون، وأخوالك وخالاتك أولاد عمك. غدا يشاهدك الناس فيقولون هذا متعب قاهر الأوائل. الحمد لله أنا في قمة السعادة، سأحضر لك فنجان قهوة إنها تنشط العقل والذهن. انتظرني قليلا سأعود سأعود. لو كنت أمتلك ذرة عقل لما أوقعت نفسي بهذا المأزق. مساء الخير. أبي صديقي، أرجوك أرجوك أنقذني من هذه الورطة، لم أستطع أن أقرأ صفحة واحدة حتى الآن. لماذا ادعيت أنك اتبعت دورة في القراءة السريعة؟ لم أجد جوابا آخر. الحل إذن في اتباع هذه الدورة. لا يمكن، أنا لا أطيق القراءة البطيئة، فكيف أتعلم السريعة؟ جرب. وهل أستطيع بعدها قراءة هذه الكتب؟ بكثير من التمرين والعمل الجاد ستستطيع. وقد لا أستطيع. وهل لديك حل آخر؟ ألا يمكن أن تلغى هذه المسابقة؟ أو تؤجل؟ أو أمراض مثلا؟ أو تحصل كارثة أرضية مثلا؟ فيضان، تسونامي، هجوم ديناصورات. وصلنا، هذا هو صف القراءة السريعة الذي... من هؤلاء الطلاب؟ طلاب جامعة، مدراء، أساتذة، مهندسون، أطباء. وهذا؟ ماذا يفعل هنا؟ الأستاذ عارف؟ إنه المدرس الذي يعلمنا القراءة السريعة. هو؟ ماذا؟ الأستاذ عارف حائز على شهادة عليا في القراءة السريعة. ألم أخبرك؟ متعب؟ متعب متعب. آه،
من هو الشاعر أبو النشناش؟ هل هو شاعر هاني شاكر، هاري بوتر، جاكي شانر؟ لم أسمع بهذا الاسم. لم تسمع بأبي النشناش يا غشاش؟ وبهذه الطريقة حصلت على العلامة التامة في الامتحان، ولكنني لم أكن أدري أن كل هذه المصائب ستقع على رأسي بسبب هذه العلامة. ماذا أفعل؟ أنقذوني، أنقذوني من هذه الورطة، أرجوكم، أرجوكم. الطريق الوحيد لحل مشكلتك هو الاعتراف للأستاذ بكل ما حدث معك. لا أستطيع، لا أستطيع. وهل تستطيع الغش فقط؟ في اعتقادي أن هناك مثلاً يقول الاعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل. لو كنت أعلم أنك صادق هذه المرة لأعطيتك النقود ولا حصلت على علامة تامة أنا أيضاً. من الحماقة أن تقول هذا الآن يا بهلول. والآن ماذا أفعل؟ أرجوكم انصحوني. قلت لك ماذا تفعل، هيا تحرك. هي. ها هو الأستاذ عارف، هيا أسرع أسرع. ماذا حدث؟ سامحني. الأستاذ عارف يتمتع بقلب طيب أطيب من عصير نظيفة. وهل ستبقى علامتك كما هي؟ كلا كلا، سوف أعيد الامتحان في الأسبوع القادم. والمسابقة؟ ليس هناك مسابقة ولا هم يحزنون، كان يعرف كل شيء من البداية. قصة المسابقة كانت حيلة ليوقعني في شر أعمالي، لكنه اشترط لي كي يسامحني أن أنسخ له مجموعة من الأغاني. من الأغاني؟ نعم، لا تقلقوا، الأمر في غاية السهولة، أنا أحفظ جميع أغاني المطربين، ولكنه يريد أغاني المطرب فرج أو أبي الفرج أو الأصفهاني. الأصفهاني، نعم، هذا هو. غريب، لم أسمع بهذا المطرب من قبل. ألم تسمع بأبي الفرج الأصفهاني؟ تعال معي حتى أعرفك إياه. كتفي. ها هي مجموعة الأغاني لصاحبك أبي الفرج الأصفهاني. يا نمس، أريد أسئلة الفيزياء. لا 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 لا، لا فيزياء ولا بطيخ، يكفيني خصم أسبوعين من الراتب. سأعطيك مقابلها مسجلة ممتازة. مسجلة